أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من تيمم وصلى ثم بعد فراغه من الصلاة عثر على الماء فهل يعيد صلاته؟ من تيمم ثم صلى ثم بعد فراغه من الصلاة وجد الماء؟ لا، إذا تيمم، إذا بحث عن الماء ولم يجده تيمم وصلى ثم وجد الماء بعدما صلى فصلاته صحيحة. نعم. أحسن لكن الله. لكن لو وجد الماء وهو في الصلاة فإنه يبطل، تبطل صلاته. إذا وجد الماء وهو في الصلاة أو جاء الماء وهو يصلي لا بد من الوضوء. أما إذا ما حصل الماء إلا بعد فراغه من الصلاة وعنه بحث عنه قبل الصلاة ولم يجده، هذا معذور. نعم.